هاي الأمانة دزت لك أمانة. أقول لك مو قلت لها خط يلا غرطت سنابي شو سدس رقم شنو مراهقين إحنا غرطت سنابي هاي قطعة ما تتواجه هذا جود وشنو على يمين لا لا بقى فاصل طالع مو قلنا رحنا فاصل صح إيه؟ أكرم صلاح قاسم السلطان صح الله الله شنو شكو هاي شنو هاي دخلها شنو هاي لا 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 جيب 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 شكو شنو هاي دخلها هاي مالتكم حبيبي بس الشغلات شطاني حسن جاب لك شغله الرقم مال بتعمه شو عليك انت منو منو هاي مو لا رقم ولا هاي هاي حبوب مخدره حبوب مخدره اي حبوب حليب حار انا ما شارب حياتي خاف على بلاعيمي جبنتي هاي الحبوب ممنوع اللي عندك شو عجب منعتوها مو كانت عادي الولد متابعي انتم غير تاخذون نواشف وجت انا واحد صام ويده شبيك جاكو الحبوب اللي طاك اياها طيني اياها طيني اياها وتفضل وياي بس تكاشخ هاي كشخه احترام احترام تفضل شبيك بابا شنو هاي دقيقه عندي سويت قطع شنو الموضوع واقفه كاميرا استاذ مو شباب لحد انتم شنو اي واحد يتقرب اخذه وياه هو انا واقف واحد كلهم طهر شكو احكي وياك حبيبي طيني اياها وتفضل وياي اوكي ورا ما يتفضل ياك شيخ بس انت شنو هذا العالم اللي عايش فيه عالم النفاق حبيبي اخوي حبيبي يا حبيبي تفضل وياي انت مخرد على اخو جاي صور انت شنو دخلتك شنو على صوتك ترى صرخه كله بيناتنا مو حلو ترى سلام سحل شنو احكي عدل ايش وابو هاشم موجود كون ميت ولا حكاية الحكاية تاخذني حبيبي اخوي تفي لك محمد اذا واحد يقول له انا ايش وانا موجود ايش اسوي لك يابا حبيبي ايش اسوي لك اخوي شو عرفت ايش انا زينهن صحح الخطا ان وجد شنو الخطا بالموضوع شكرا الموضوع يمه هاي شغلات تخصك لو لا هسه مو داحش وياك ثاني بس انا ما حد يخصني غير امان والفنان هاي التاجر بيها تخصك لو لا اتاجر بيها عن مر جالع انا عندي شده مثل عتشب السهم خبير انت اتاجر بيها شنو احترم نفسك اعطيني المخدرات انا محترم نفسي وشنو محترم نفسك غصب علي هاي قصتك غصبا على هاي قصتك ترى اخذك وياي غصبا على قصتك تفضل ما هذا العرموطه وانت كان عرموطه ابو يدك شو وياك شو وياك راح اخابر لنجر هيك لنجر هيك لنجر هيك احكي عدل لا 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 بابا شويه رسلان مو رخصتك بابا لا تحكي هيك لا تحكي هيك هذا الاسلوب مالتكم عفوه شباب توجهوا لي شباب يا حبيبي شنو الاسلوب هذا هسه دقيقه وجهني في العرض هسه غير احكي وياك انا هسه مو بني ادم اللي يحكي بني ادم وخر زعلوم تفضل وايد بالكاميرات تفضل بس طلع تريد اطلع احنا ظلنا شو متابعين تفضل وياك هسه مو جايك مرة اللي اخذ تليفوني يلا شباب يلا شباب بس شخصية محترمة اسف هالدقيقة هو بدنا نحكي وياكم بس هسه هي مو هو راح تاخذوه راح تاخذوه انتو صبروا هسه مو شو بس مرخصتك شنو مرخصتك راح اموتكم ولا شو انت ما تستحي يفتش لنا رسلان هاي بين انا جيت من العراق من ابو حلويات مسمي الحلويات ضروب الفار جيت من العراق من الحلاوه والحلويات اللي تسوي ضروب شريدك قبلك تعرف انت لا انت تكفي ويا ما ادري شريد دروح مخدرات اخذه روح انت دروح مخدرات جاي علينا من داسكم انتو وين هويتك دقيقه وين هويتك قلالي هويتك هاي 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 المصلحه مطابقين وخر تعال تعال تبوي تبوي شنو والله شنو وخر باوع عاني 30 سنة برا الدولة ضربة جامعة ضربة جامعة انت ظال هسه امك ليس من مرات ظالها تفضل انت شنو انت نقيب رابط شنو انت انت نقيب رابط احتو يايا مكافحة مخدرات احترم نفسك احترم الموقع اللي انت بيه احترم نفسك اللي انت بيه من تحتي ويا واجم احنا مو جايين من الشارع العجل هذا العجل طشت خليته ويا سار طشت من جيب منه من جيب منه هو سوالف يلا تفضل احنا ناس احنا دولة خلاص جايك تمر دولة احنا دولة دولة عليكم واحنا دولة دولة عليكم خلي خابروا حبل 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 من عنده حبل اعطيني موقف اعطيني هويتك اعطيني هويتك اعطيني هويتك حبل والله اسمع كاميرات شو ليك ياخذني وياه ايش يريدك شريتكم والله لكم ورا شمس قال ورا شمس هذا بس يلا كشبك سنه ما روحت سنه واحده ترضع سنه كشبك سنه واحده ترضع طلع هويتك كشبك سنه واحده ورقه طلع الفاس اي اي طلع الفاس شو عليك اي 30 سنه ورا الدوله احترم الفنان بس وخذ بس